العموم يعني يقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا وموكله. ما يقال فلان لعنك الله أو اللهم لعن فلانا باسم، هذا اسم التعيين، لا، اللعنة على العموم. ثم حتى اللعنة على العموم أيضا لا يوجه أمام الشخص اللي ممكن تدعو إلى الله عز وجل. يعني لو التقيت بنصرانيا، لو التقلت بنصرانيا ثم قلت له إيش لعن الله اليهود والنصارى أنتم ملعونون، هذا ما يسمع منك، بل لا بد من فقول الناس حسنا، فمقام الدعوة والنصيحة غير مقام الإخبار عما هم عليه. نعم.